تسلقتي على شهرة شادي الشمة على كتاب شادي الشمة ريان تبوني؟ شون تسلقت؟ ليش الشعراء طلعوا وتسلقوا؟ بمعنى أنا أقول لك شلون؟ سؤال جميل شلون؟ ولا المفروض ما أجاوب أنا مقدم برامج بس راح أجاوب هذا السؤال يعني عجبني. لا شلون؟ سؤالك من خلال الآن سأقول لك يا من خلال إنه حبيت المنافسة خلت تكون بيني وبين شهد. لا لأن شهد اسم حتى أنا برزوياها. لا والله بالبداية كنت مجرد أحب الشعر مية تحب الشعر وحتى أنا على فكرة كنت ما حاب يعني ما أريد أطلع يه. للإعلام وأهلي ما يقبلون. لو ماكو شهد الشمري ماكو رين تبوني؟ لا أكيد أكو الموهبة هاي من الله. شو ساعدت الشهد الشمري في بداياتك بالنسبة إيش قد بالمية؟ يعني حالي حال كل الشعراء طلعوا وياها. ايش قد بالمية؟ ودا اقول لك اي شاعر يعني طلع ويا شهد اكيد الى يعني الى راح يصير جمهور لان كان برنامجها متابع في وقتها. اوكي فحالي حال كل شاعر. طيب ليش رنين بالبرامج شهد الشمري اللي بعد شهد الشعر اكثر من برنامج يمكن اربع برامج ما صرفتك ليش؟ لا بالعكس. كم برنامج؟ وين؟ برنامجين عندها انا موجوده ضيفه. عسلنا غير كنتي موجودة؟ كنت موجودة بهذا بالجلسات لأن أنا ما كنت موجودة ببغداد ما كنت عايشة ببغداد كنت عايشة بأربيل فكل ما تصدف أنا ما موجودة ببغداد فصدفت بالعيد أنا ببغداد فكنت موجودة بالجلسة بس هي استضافة شعرات من البصرة شهد وسنين اي مو دا اقول لك كنت موجوده اني يعني باحدى البرامج احدى البرامج اثنين من برامجها موجوده. طيب سؤال ليش اليوم الشعراء؟ الأسئلة ما تسألني إياها إلي تسألها إلها مو إلي. لا مو أنت شوف جتك دعوة ولا ما جتك؟ لا هسه أنا لا ما جتني دعوة باقي البرامج ما جتني دعوة. منها؟ من شهد ما جتني دعوة. ما جتني دعوة. وجهة نظر تحياتنا أكيد لشهد الشمري. أكيد تحياتي إلها بالعكس خلي بالك شغلة أحب أوضحها إلى كل المشاهدين ويمكن هي تعرف كل زين. إحنا أنا وياها بعيداً عن الشعر. إي. تربطنا صداقه كلش طيبه واخوه كلش طيبه الحمد لله يعني صديقات واحنا مسافرين سوا وطالعين سوا وطابه لبيتي هي وتعرف كلش زين باربيل بانطاليا بانطاليا احنا سوا بتونس احنا سوا باربيل احنا سوا المهم بس يجوز الوسط ودي وجيب وحكي وقال وقيل هو هذا اللي سبب سؤال غني يمكن شويه مشاكل جديات ليش اليوم البنت من تصبح شاعرة مقدمة برامج يعني ما أقول لك بيوم وليلة شهرة عالية جدا كليبات وكهو آلاف الشعراء خطيهم ومساكين ممكن تركب برادو قبل في يوم وليلة شنو سيارتك أنت؟ برادو برادو؟ طيب هاي البرادو يخليها لك وجميلة جبتيها من الشعر أم من تقديم البرامج؟ لا من الشعر ولا من تقديم البرامج لا يعني عندك غير شغلات؟ الحمد لله أهلي عندهم يسورين الحال والحمد لله والشكر زين سؤال الشاعر خاصة الشاعر احنا نعرفه مسكين وكادح البنية بيوم وليلة ممكن برادو تصوير فيديو كليبات وآلاف الشعراء المبدعين شنو السر؟ يعني ماكو سر الموضوع واضح ماكو شاعرات بالعراق وخاصة إذا يكون شكلها جميل هذا الموضوع كلش يساعدها بنية وحلوة وتقرأ شعر هذا الموضوع يعني ما يحتاج لحتى سؤال يعني أنت رنين الشعرات بالتحديد ما يعتمدون فقط على شعرهم 100% لا على الشكل أكيد الشكل إلى دور يعني فوق 50% أنت وياك شقد كان إلى دور صراحة إلى دور إلى رنين إيش قد تنطي نسبة بالمية لشعرك ونسبة بالمية لشكلك للمجتمع الآن بيه نعم لو بيني وبين نفسي للناس 50% شكلي 50% الشعر خدمك لأن لو ما عندي شعر كان ما طلعت أنا شعرة كان طلعت ممكن موديل أو كان طلعت شيء يعني ولكن أنت إعلامية أصلا ولكن الشعر فتح لك عدة أبواب أكيد. زين رنين سؤال عليك بالتحديد أكو لغط حوالين موضوع الشعر أنه رنين تبوني يكتبوا لها أكيد سمعتي هذا الكلام هاي من سبع أو ست سنين أنا أسمع هذا الكلام مو زين اكو انه يقولون انه رنين تبون يكتبوا لها رنين زين هذا الموضوع شنو ردك لهم هذا الموضوع الي ولكل شاعرات العراق بس احنا ما نبرر لان تعبنا من شاعرات العراق من شاعرات العراق انتوا بس اثنين ثلاثه اربعه
عددي لي يلا سلمي ما عدت لك اي اسم بس احنا هوايه عدديه خلينا نسلم عليهم اسماء بالمحافظات عندي تواصل وياهم وصديقات خلينا نسلم عليهم اعلام حتى نسلط الضوء عليهم مسافات يجوز ما نقدر نقول اسماء منهم اهلهم يجوز ما يقبلون بس اكو انطيني مثل صابرين الكعبي قصائد صابرين الكعبي اشعر مني صابرين الكعبي ايش بيها عددي لي تحياتنا لصابرين وشهد الشمري اكو هوايه والله سامح يعني فرقت عددي يعني خمسة ستة علاقتي مو جدا قوية بالأسماء اللي ذكرتهم بس أكو شاعرات بعد أشعر من رنين أشعر بنات بيت تقعد تسولف لك شعر توقف شعر راسك أكو شعر مو هيج نور عبد المجيد مثلاً